Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hari ini kita akan sambung bacaan Hafazan 15 pada potongan ayat yang ke-13 dan 14. Murid-murid boleh buka buku TQS muka surat 107. Hafazan 15 tema ibadah tajuk Salat Qasar dan Salat Khauf Surah An-Nisa ayat 101 hingga 103 Juzuk 5 Muka surat 94 hingga 95 <coughs> Qala Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim بسم الله الرحمن الرحيم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم, ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفة, طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا ۖ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۖ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناه عليكم ان كان بكم أَذَمٍ من مطر Okey, hafazan uh, potongan ayat yang ke-13 dan 14. Okey, alimah ma matikan huruf ra ni uh, sebab muallimah berhenti tadi. Jadi, bila kita nak baca sambung, kita hidupkan semula uh, baris pada huruf ra. Okey, alimah akan uh, untuk permulaan ni muallimah akan baca bermula daripada atas ni sehingga dekat uh, potongan ayat yang ke-13. <applause> okay. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم. او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم وخذوا حذركم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم صدق الله العظيم